السلام عليكم ورحمة الله. يوم 25 سبتمبر 2022 بمدينة برلين الألمانية، محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لصفة الماراثون من طرف نفس العداء اللي عنده الرقم القياسي العالمي The Goat إليود كيبشوغي. جوج سوايع دقيقات 39 كتوقيت سابق، والتوقيت اللي غيتحسن 30 ثانية. والسؤال المطروح، هل يوجد عداء يمكنه إيقاف إليود كيبشوغي، علما أن الفرق بينه وبين ثاني عداء في السباق غيكون تقريبا 5 ديال الدقائق. ابرز منافس إليود كيبشوغي هو العداء الاثيوبي ادولا، بطل العالم مؤخرا باوجين. هذه البطوله العالميه اللي مشاركش فيها كيبشوغي ما قدرش يواكب يسير الايقاع، وبالتالي تخلى على الكوكب الاولى. كنا شفنا كيبشوغي في السنه الفارطه فاز باولمبياد طوكيو، فوز كان ساحق، ثم رجع لنفس المدينه طوكيو ويفوز بالماراثون ديال المدينه، واحد من اكبر الماراثونات العالميه. ثم كان هناك اختفاء لكيبشوغي، لم يشارك بطوله العالم، والان هو في برلين بعد انتظار كبير وطويل يحقق الرقم القياسي العالمي مره اخرى. منظمي ماراثون برلين كانوا يطمحون الى رقم قياسي عالمي، تم تخصيص ارانب بقوا مع كيبشوغي تقريبا حتى الكيلومتر 25. وكان هناك شخص المهمة ديالو الوحيدة هو اللحاق بكيبشوغي عبر الدراجة ثم إمداده بالماء، يعني يحاولوا يربحوا أي جزئية من الجزئيات في هذا السباق. تموقع الأرانب كان بواحد الشكل خطي من أجل حماية إليود كيبشوغي أقصى ما يمكن سرعة الرياح وعدم إهدار طاقة كبيرة، بحيث أن نصف ماراثون الأول كان في 59:51، يعني بسرعة في الأخير تقريبا بساعة 59:41، قل من ساعتين في الماراثون، سرعة كبيرة جدا، يعني البيس باش كان غادي كيبشوغي تقريبا بقل من ساعتين في سباق الماراثون كرقم نهائي، وإلى حدود الكيلومتر 25 فهو كان غادي بهذا التوقيت. الخمس كيلومترات الأولى كانت في 14:14، فاش وصل إليود كيبشوغي 15 كيلومتر كان أسرع من إيقاع رقم قياسي عالمي بدقيقة. كيف ما قلت لكم، نصف ماراثون كان قل من ساعة، بينما نصف ماراثون ديال برلين 2018 اللي كان فيه رقم قياسي عالمي كان في ساعة دقيقة 6، يعني السرعة ديالو في 2022 كانت أسرع بكثر من دقيقة، وهذا العياء يخلي أن السرعة ديالو تنقص بعض الشيء في الكيلومترات الأخيرة، ولكن في حد ذاتها سرعة كبيرة لا تخليه يحطم الرقم القياسي العالمي. برلين هو أسرع الماراثونات في العالم، عرف تحطم الرقم القياسي العالمي في عدة مناسبات، عام 2003 من طرف بول تيرغات الكيني، 2007 الرقم ما يمشي عند الإثيوبيين هايلي جابري سيلاسي، عاود يحطموه جبريل سيلاسي في 2008، ثم 2011 يسيطر عليه الكينيين، 2013 2014 2018 كيبشوغي يحطم الرقم القياسي العالمي، اول واحد كيهبط على حاجز 2 دقائق، ثم غيعاود يحطم في 2022 2:09، وبالتالي سادس واحد تقدر يحطم الرقم القياسي العالمي ديال الماراثون 2 ديال المرات. كاين ابي بيبيكيلا، جيم بيتر، ديريك كلايتون، هايلي جبريل سيلاسي، خالد خنوشي، والسادس إليود كيبشوغي في 2022. ابتداء من الكيلومتر 26 كيبشوغي كمل الماراثون سولو بوحده، لا يوجد هناك اي منافس، كان هناك بعض العياء لدرجة ان الكيلومتر 40 كان في 3:12 سيتدارك الموقف، الكيلومتر 41:53 ثم سيصمد الكيلومتر الاخير يحافظ على السرعة من اجل انهاء السباق في 2:09 للثواني.